السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام وأخواتي الفاضلات. وصلنا اليوم أحد الأسئلة على القناة على اليوتيوب، والذي كان يسأل عن ما هو الفرق بين الترانسميشن رينج والديتكشن رينج والانترفيرنس رينج بالنسبة للاتشارات اللاسلكية. طبعا مثل ما هو معروف، يعني كل نظام اتصالات لاسلكية يتكون من ترانسميتر يعني المرسل وريسيفر اللي هو المستقبل، وعادة يعني يتم إرسال الإشارة اللاسلكية بباور معينة، يعني قدرة معينة يتم إرسال الإشارة من خلالها، ويتم كشفها من قبل الطرف الآخر اعتمادا على قوة الإشارة. يعني إذا كانت الباور عالية تصل الإشارة إلى مكان أبعد، إذا كانت الباور قليلة تصل الإشارة إلى مكان يعني أقرب، وهكذا. ولكن قبل أن نفهم الفرق بين يعني معدل الإرسال ومعدل الكشف ومعدل التداخل مع الإشارات الأخرى، هناك بعض الأمور اللي نحتاج أنه نأخذها بعين الاعتبار. في البداية يكون عندنا ما يسمى بالـ RF considerations اللي هي الاعتبارات للإشارات الراديوية راديو فريكونسي. هناك ثلاث أمور رئيسية يجب أخذها بعين الاعتبار والتي تحدد لنا الراديو فريكونسي. أول شيء ما يسمى بالـ over the air data rate اللي هو معدل نقل البيانات عبر يعني في الهواء. الريسيف سنسيتيفيتي اللي هو حساسية المستلم جهاز الاستلام، يعني مقدار تحسسه أو مقدار قابليته على كشف الإشارات مهما كانت ضعيفة. وأخيرا الترانسميت باور مثل ما ذكرنا اللي هو القدرة المرسلة. بالنتيجة النهائية الرينج، كل أنواع الرينج سواء كانت الديتكشن أو الترانسميشن أو الانترفيرنس، هو عبارة عن يعني كمحصلة لهذه المعاملات الثلاثة، واللي راح نستخدمها يعني أو راح نتحدث عنها بشكل مختصر في السلايدات القادمة إن شاء الله. بالبداية عندنا ما يسمى بالأوفر ذا إير داتا ريت اللي هو معدل نقل البيانات في الهواء بين جهازين. راح نتحدث عن يعني نظام بسيط اللي هو البوينت تو بوينت اللي هو يعني نظام إرسال بين نقطتين. هذا طبعا يحدد لنا الداتا ثروبوت ريكويرمنتس، يحدد لنا متطلبات الثروبوت او استغلال البيانات او القدره او عدد البتات المرسله في الثانيه الواحده. يمكن تعريفه من خلال المعادله التاليه: ار اف داتا ريت اللي هو معدل نقل البيانات يساوي دي بي ال زائد دي اي او زائد دي ار او مضروبه في الواحد زائد ار تي مقسومه على التايم يعني المستغرق لهذا الشيء. الدي بي ال هو الداتا بايلود اللي هو الحجم الاصلي للبيانات، الدي اي او والدي ار او والار تي هذه عباره عن ثوابت يعني تتعلق بكل نظام اتصال سواء كان يعني نظام يعني يعتمد على الترددات اللي هي 2.4 او 5 جيجا هرتز او الرينج 2 مثل ما يسموها اللي هي المليمتر ويفز وغيرها من الامور الاخرى. اذا اخذنا مثال بسيط على هذا الاوفر ذا اير داتا ريت، نفترض انه عندنا الريموت يونت اللي هو المستقبل يحتاج انه يقوم بارسال 1000 بايت من البيانات من البيلود كاستجابه ل 2 بايتات من الاكسس بوينت كوماند. يعني الاكسس بوينت يقوم بارسال كوماند يتكون من 2 بايت. الوحده الاخرى البعيده اللي هي عاده تكون يوزر اكويبمنت او جهاز المستخدم يقوم بارسال 1000 بايت كاستجابه له. كل هذا الشيء يجب ان يستغرق 75 ملي سكند او 75 ملي ثانيه، 75 جزء بالالف من الثانيه. فاذا اردنا نحسب الاوفر ذا اير داتا ريت لهذا النظام اللي هو بوينت تو بوينت، عاده يعني مثل ما ذكرنا الدي اي او لهذا النظام هي 32 بت، الدي ار او هي 80 بت، وهذه مثل ما ذكرنا هي ثوابت يعني لكل نظام. فالتوتال اماونت اوف داتا فور بوث ترانسميشنز يعني المقدار الكلي للبيانات او معدل ارسال البيانات اللي هو عادة يكون بالكيلو بت بالثانية أو الميجا بت بالثانية أو الجيجا بت بالثانية الواحدة، اللي هو عدد البتات التي نستطيع إرسالها في الثانية الواحدة، يتم حسابه من خلال القانون اللي تحدثنا عنه قبل قليل، واللي راح يكون مثل ما ذكرنا ال 16 بت اللي هي 2 بايت اللي هي الكوماند اللي راح يرسل الاكسس بوينت، زائد 32 بت زائد 80 بت هذين اللي هن دي اي او ودي ار او. هذه البيانات التي ارسلها الاكسس بوينت. الريبلاي مالتها هو راح يكون البيانات اللي ارسلها اليوزر اكوبمنت، وراح تكون عباره عن 8000 بت زائد 32 زائد 80، هذا الكل مضروبا في 1.1 اللي هي الواحد زائد 0.1 اللي هي الار تي، والكل مقسوما على ال 0.075 سكند واللي هي هذه ال 75 ملي سكند. بالنتيجه النهائيه راح يطلع عندنا المعدل الكلي للبيانات التي نستطيع ارسالها لهذا النوع من الانظمه هو 120.853 كيلو بايت بت بالثانيه الواحده. هذا هو الاوفر ذا اير داتا ريت اللي هو معدل نقل البيانات في هذا النظام. بالنسبة للريسيفر سنسيتيفيتي اللي هو حساسية أو معدل قوة الإشارة التي يجب أن تكون موجودة في طرف الاستلام لكي يستطيع تمييز هذه الإشارة واستلامها بشكل صحيح، وطبعا يعني يتم تحديده من خلال البيس ايرور ريت اللي هو يعني معدل الإشارات الموج أو الأخطاء الموجودة في الإشارة. عادة الريسيف سنسيتيفيتي أو حساسية المستلم يتم قياسها من خلال الـ NT زائد NS زائد 10 لوج الباندويث زائد المينيمم SNR سيجنال تو نويز ريشيو.
بحيث انه الانتي هو الثيرمال نويز فلور، اقل معدل للضوضاء الحراريه. الان اس اللي هو السيستم نويز فيجر، اللي هو الضوضاء اللي يتم تقديمها من قبل النظام، يعني لانه احنا نعرف كل نظام ار اف، كل نظام راديو فريكونسي فيه نوع من انواع النويز ايضا. البي دبليو اللي هو السامبل ريت او الباند وورث للاشاره. واخيرا الاس ان ار مينيمم اللي هو المينيمم سيجنال تو نويز ريشيو ريكوايرد فور ا جيفن بيت ايرور ريت، اللي هو يعني اقل معدل اشاره نسبه الى النويز او الضوضاء للبيت ايرور ريت المطلوب بالنسبه لنا. هذا هو السنسيتيفيتي الخاصه بالمستلم. طبعا يعني هذه كلها مقدمات لكي نصل الى الرينجز المختلفه. هنا اكو عندنا جدول يوضح لنا الداتا ريت المختلفه، الكونستليشن اللي هي يعني التضمين المستخدم، الكود ريت، الماي موديل اللي هو 1:2 او 1:2، يعني اغلبهم انه 1:2. الباندويث المستخدم هذه بالنسبه لل 802.11a، والسيميوليشن ريزلتس هاي الاي باي ان اللي هو سيجنال تو نويز ريشيو بالدي بي بالديسيبلز. وهنا نشوف السنسيتيفيتي الخاصه بها اللي هي ايضا تكون بالديسيبلز، ماينس 83.9 ماينس 79 وماينس 55.4 ديسيبلز. تلاحظ انه هنا السنسيتيفيتي تكون قليله جدا، كلما كانت السنسيتيفيتي قليله كلما هذا يعني انه الاشاره ممكن ان تقطع مسافه اطول وتبقى يعني قابله للاكتشاف من قبل الريسيفر. واخيرا الباور ترانسميتد اللي هو القدره المرسله بجهاز الارسال، عاده هي يتم ضبطها من خلال الريجوليتوري، يعني اللي هي الاند باور كونسومشن كونسيدريشنز، يتم ضبطها من خلال يعني المؤسسات الحكوميه المسؤوله عن اقصى قدره يعني يمكن ارسالها او استقبالها من قبل اي جهاز ارسال او استقبال. مثلا بالنسبه لامريكا هنا اكو ما يسمى بالفيدرال كوميونيكيشنز كوميشن اللي هو مؤسسة الاتصالات الفيدرالية، واللي حددت لهم بأنه يجب أن يكون أقصى قدرة يتم إرسالها من قبل أي جهاز هي 1 واط للترانسميت باور باليونايتد ستيتس إذا كانت الأجهزة تعمل بال 2.4 جيجا هرتز. هذا طبعا الواحد واط يعني محسوبة أنه هي تسمح له أنه يعني تسمح للإشارة أنه تقطع مسافة معينة. أولا يجب أن تراعي الإجراءات الصحية وأنه لا تؤثر على صحة البشر، وثانيا يجب ان تكون متناسبه مع الباور كونسمشن مثل ما ذكرنا استهلاك الطاقه في الاجهزه، لانه اذا كانت يعني الاجهزه ترسل يعني بطاقه اكبر هذا راح يؤدي الى استهلاك البطاريه بشكل اسرع، وبالتالي راح تكون هي غير مجديه بالنسبه للمستخدمين. فهنا هذا يعني مقدار القدره المرسله من قبل اي جهاز لاسلكي يتم تحديدها بالاعتماد على الكثير من الاعتبارات مثل ما ذكرنا، اعتبارات تنظيميه من قبل المؤسسات الحكوميه، واعتبارات صناعيه ولها علاقه باليوزر يعني او يعني تفضيلات المستخدم وغيرها من الامور الاخرى. اخيرا وصلنا الى السؤال الرئيسي اللي احنا يعني اجانا واللي نحاول انه نجاوب عليه، اللي هو الفرق بين الترانسميشن رينج والديتكشن رينج والانترفيرنس رينج، وليش دائما يكون عندنا الانترفيرنس رينج اكبر من الترانسميشن رينج. هذا هو السؤال الاصلي. عاده مثل ما ذكرنا كل مستخدم او كل مرسل او كل جهاز ارسال يعني نسميه سندر يقوم بارسال الاشارات بشكل طبيعي يعني من خلال الانتنات اللاسلكيه الطبيعيه اللي هي تكون اومني دايركشنال اللي هي تقوم بالبث في كل الاتجاهات. فاذا فرضنا انه السندر موجود هنا وعندنا هاي الاشاره راح تقطع هذه المسافه هذه الديستانس. عاده هنا الاشاره الحيز للترانسميشن اللي هو الحيز الذي من خلاله يمكن للجهاز الاخر الموجود في اي نقطه من هذه النقاط على هذا محيط الدائره ان يستلم الاشاره بشكل صحيح، اللي هو communication possible in both directions. هنا الترانسميشن رينج اللي هو حيز الارسال هو الحيز او المساحه او المسافه التي تستطيع الاشاره ان تقطعها، بحيث انه حتى عندما تصل الى هنا او الى اي نقطه من هذه النقاط على حدود الدائره تبقى قويه، بحيث انه الريسيفر سنسيتيفيتي تكون اقل من اتها، وبالتالي فالريسيفر يستطيع استلامها بمعدل اخطاء قليل، وبالتالي يستطيع فهم الاشاره. بعد ذلك يكون عندنا الحيز الاكبر من عنده بقليل اللي هو الديتكشن رينج معدل كشف الاشاره، اللي هو هنا يمكن اكتشاف الاشاره يعني possible كشف الإشارة ممكن، إلا أنه no communication possible لا يمكن يعني إجراء اتصال بين هذين الجهازين إذا كان السندر موجود هنا والريسيفر موجود في أي نقطة من هذه النقاط الموجودة في هذه الدائرة. بالتالي لاحظ أنه معدل كشف الإشارة هو أكبر من معدل إرسال أو استلام الإشارة الطبيعي، يعني هذا هو مفيد للاتصالات، هذا هو يعني غير مفيد للاتصالات، ولكنه الإشارة ما زالت يمكن كشفها، ممكن أنه تستخدم لأمور أخرى غير الاتصالات مثل تحديد المواقع، مثل يعني تمييز الانماط ويعني غيرها من التطبيقات الاخرى. واخيرا عندنا ما يسمى بالانترفيرنس رينج اللي هو السيجنال ماي نوت بي ديتكتد، الاشاره لا يمكن كشفها على انه هي اشاره حقيقيه يعني مرسله من قبل شخص، ولذلك يعني تدخل في تصنيف الانترفيرنس او النويز.
وبالتالي الإشارة يتم إضافتها كباك جراوند نويز، يعني كضوضاء في الخلفية والتي تتداخل مع بقية الاتصالات الأخرى. يعني هنا إذا كان عندنا الأكسس بوينت أو يعني الراوتر يقوم ببث الإشارة في هذه النقطة، هنا راح نستطيع استلام الإشارة بشكل طبيعي وإجراء الاتصال بشكل ممتاز، سواء كان هذا أكسس بوينت هو راوتر منزلي أو برج أو غيرها من يعني أنواع الاتصالات الأخرى. بعدها يعني في المسافة الأكبر من أنت تلاحظ أنه هنا في بعض الأحيان تستطيع كشف الإشارة، يعني ترى أنه الشبكة موجودة عندك في النقال أو في اللابتوب، ولكنك لا تستطيع إجراء اتصال حقيقي لأنه هناك مشاكل كبيرة، لأنه المسافة أبعد، لأنه السنسيتيفيتي للريسيفر تكون أكبر من الإشارة المستلمة، أي أن الإشارة المستلمة ضعيفة جدا. بعد ذلك هنا راح تلاحظ أنه أكو يكون عندنا هنا حيز نويز، هو يعني عبارة يعني هنا لا تستطيع كشف الإشارة، لا تستطيع اكتشاف وجودها، ولكنها تبقى على شكل ترددات ضعيفة تنتقل عبر الأثير أو عبر الهواء وتؤثر على أنظمة الاتصالات الأخرى على أنها هي نويز. وطبعا يعني هناك الكثير من الفلاتر التي تستطيع التخلص من هذا النويز وتقليل يعني أثره أو تأثيره على الإشارة للحد الأدنى. أتمنى أن يكون هذا يعني الشرح هو قد جاوب على السؤال الرئيسي اللي هو الفرق بين الترانسميشن رينج والديتكشن رينج والانترفيرنس رينج، وليش دائما يكون عندنا الانترفيرنس رينج أكبر من الترانسميشن رينج؟ لأنه البيت ايرور ريت اللي نحتاجها أو السيجنال تو نويز ريشيو اللي نحتاجها للترانسميشن تكون أكبر بكثير من اللي تتوافر في الانترفيرنس رينج. أتمنى أن يكون هذا الجواب كافي، وشكرا جزيلا، وانتظرونا في فيديوهات قادمة إن شاء الله.